السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة وصفحة أثاثقة، دائما مع التخفيضات ودائما مع الجديد. اليوم جبنا لكم صالون بزاف شباب واللي طلبتوه بزاف خوتنا. هاد لو صالون راهو معروف على كل حال في محل أثاثقة، لو صالون فيتو اللي جبناه لكم ودرناه لكم ضمن التخفيضات نظرا لطلب الزبائن خوتنا، قالوا لنا ديروه هنا في التخفيضات رانا جبناه لكم. هاد لو صالون راهو مخدوم في السي بلاس خوتنا، الخدمة تاعو بزاف شابه بزاف سوليد، مخدوم توجور بلا ماتيير بريمير خوتنا. قبل ما نبداو هاد لا فيديو ديروا لنا جيم عليها وابونيو معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا معنا زر الجرس باش يلحقكم دائما الجديد، وايضا في الفيسبوك اللي ماروش معنا ابونيو معنا فلاشين في الفيسبوك عفوا، وديروا لنا جيم وبارطاجيو هاد لا فيديو باش الناس كامل يشوفوها. راح يرافقنا في هاد لا فيديو الاخ خليل والاخ سليم باش يشرحوا لكم هاد لو صالون. نتمنى الاعجاب تاعكم خوتنا، وما تنساوش تخلوا لنا لي كومونتير تاع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، كما عودناكم توجو لي صالون مازالو بروموسيون خوتنا. بعد ما شفتوا اليوم السادس، احنا اليوم السابع ان شاء الله، وهذا سبع برودوي خويا خليل، هذا هو السادس برودوي ومازال السابع ان شاء الله، راهو كما يقول خواج ثاني خوتنا. كما وعدناكم على التخفيضات تاع لي صالون اليوم ان شاء الله راح نكملوا لي صالون، وراح عندكم تخفيضات في حاجه واحده اخرى هي مفاجاه خوتنا ان شاء الله. هذا البث المباشر كما كنتوا تشوفوا هكذا ماذا بيا حنا ان شاء الله، كاع الثومه الجزائريين تبارطاجيوا له ماكسيموم باش الجزائريين خوتنا باش يزيدوا يستفادوا معنا. ولا واش قال خويا خليل؟ السلام عليكم ازول فلاول، مرحبا بكم على توجور من محلات اثاثقه. كما قال خويا حالم كما وعدناكم رانا لليوم السادس على التوالي لي صالون اللي راهم متوفرين في محلات ولا في لي شوروم تاع اثاثقه اللي راهم متواجدين هنا كما يقول لك في القليعه ولايه تيبازا. حنا من هذا المنبر نقولوا بالبركه على كاع لي كليون اللي شراو علينا لي صالون اللي استفادوا من العرض تاع التخفيضات. بعد ما كان الصالون ببري درنا له نقصنا له في السومه وزدنا لكم هدايا من محلات هذا ثقه. اليوم راح يكون صالون فيتو خويا العزيز، صالون اللي راه متوفر بعده الوان اللي راه هنا في الشوروم تاع محلات هذا ثقه. قبل ما نبداو الشرح تاع لي صالون راح نشكر كاع لي كليون اللي راهم توجور متفاعلين معنا واللي رانا نلقاو لي كومونتير تاعنا. كيما وعدناكم خويا حليم المفاجاه مازال كاين تاع لي شومبر تاع بزاف بزاف صوالح. حنا المشاهدين تاعنا والزبائن تاع اثاثقه وعدناهم درنا لهم لي بروموسيون مده شهر خوتنا، ولي صاروا باش تكون عندكم معلومه لي صاروا مازال حتى وين يخلص الشهر، باش كاين بزاف اللي يقول بالك سمانه ويحبس. لا لا لي صاروا مازالوا على مده شهر خوتنا، وكيما وعدناكم كل سمانه واش عندكم البروموسيون. هذه لا بروموسيون اللي دارت في محلات اثاثقه للزبائن تاعنا محبين وعشاق اثاثقه كما هما كبروا بينا، حنا ثاني زدنا كبرنا بهم بعد ما درنا لهم الهديات. واللي راه صار عليهم طلبيات بزاف رانا نوجدوا لكم، رانا كما يقول لك اللي عنده كومون تاعو راهي في اقرب الاجل راح تكون واجده من محلات اثاثقه. هذا رغبه منكم كما يقول لك، حاجه اللي تخصكم رانا هنا، اتصل ندير لك الطلبيه تاعنا، ندير الطلبيه تاعكم وندير لكم لي كولور اللي تحبوها انتم وبالمزايا اللي تحبوها انتم من محلات اثاثقه. نبداو على بركه الله لو صالون فيتو هذا اللي راهو انيق بزاف، الله يبارك ما شاء الله. هذا لو صالون فيتو شو تقول يا خوتنا، خرج بزاف تحفه وخرج الله يبارك خوتنا. كي نقول لكم حنا ماذا بينا كما جاونا الزبائن اللي جاونا للمحل وشافوا داروا كاع لي كولور، وحنا كنا عند الوعده تاعنا ودرنا لهم كاع واش حبوا لي كولور، وان شاء الله هذا الفيتو ثاني كان فيه عده الوان وعده الي كولور. ولو شوالي خوتنا نبداو هون هديه، فيه توجور هديه هذا بيان سور. ايوا باش يكون على بالهم الكليون تاعنا بلي توجور الصالون يقعد بسعر منخفض، ونزيدوا نديروا لكم هديه من محلات اثاثقه اللي هي طبل باص في الاوفال بها بزوج اولادها، حاجه ما شاء الله فو مربر من الفوق وكامل مخدومه كما يقول لك بلو بوا اتر في شوفال. نبداو لكم صالون خويا حليم، تفضل خويا بدا لهم خوتنا. هذا الفيتو اللي معروف في محل اثاثقه يخدم في 6 بلاص، الماطلة تاعو توجور تخدم بالديترونت لا غارونتي عند محل اثاثقه هذه بدون نقاش. حنايا نعطيكم لا غارونتي خوتنا، اللي في تاعو يخدموا مثل الفورجي حاجة منو على رافيا خاوتنا كامل في الفوند، كاع في الفوند على الصديد ولا على مش ما يتعوش، حاجة اللي بيان فيني لا كولور تخرج توجور باهية. هذا صالون اللي مخدوم كيما راكم تشوفوا كابيتوناج في الأونتيطاج في الباولو، حاب يقول لا سكر لا عسل لا شيكولا لا يديك لا يجيبك، راك في محل ثقة لا جات فري لك كاع أمورك. خدمناه كيما راكم تشوفوا هنا كاع بلي بوطون
ستيل شي ستيل فيد شوف تجي كاع مكروطه بلي بوطو هنايا حاجه خشينه خشينه ما شاء الله قاده تاعو هاي قدامكم دي ترونت في الخشين وفيه لا غارونتي خويا حليم حبي يقول اللي يقطعوا لولاده ولا الجيران ولا اي واحد حنا رانا هنا نعاودوه من المحلات هذه ما كاين حتى مشكل حنا الزبائن تاعنا اولويه في محل ازرتك خاونا كما كنقول لكم خويا خالد حنايا ذلك المخده توجو نخلوا بلاوات احنا عمرنا ما خدمنا بجبناكم جوتي بالفوش ملحي هذه لاوات خاوتنا حاجه الله يبارك فيه قاعده مريحه كما قلنا لكم توجو نخدم في شيش بلاص حاجه من نوع الرافي خاوتنا ولي كولر ام ديسبونيب اي كولر تعجبك حنا نخدموا لك ما عندنا حتى مشكل ولا كاع كولر قال لي الان بلاص تاعو كما راكم تشوفوا حاجه فخمه حاجه كما يقول لك ديكور بيان بيان فيني هاي لا فينيسيون كما مضاري نوريكم هاي لا فينيسيون من تحتها من محلات اثاث ثقه توجور تشري لا فينيسيون وتشري الجوده والسعر كما يقولوا ثقه كما يقول لك الجوده وتستحق الثقه راكم في محلات اثاث ثقه هاي لا فينيسيون من الله خويا شو لا فينيسيون ميم لا كولور خويا طروادي تشوفوا منا كولور تروح من الجهه اليمنيه تشوفوا كولور حبي يقول في دوبل كولور بالبريون صالون فخم بزاف دو بلاص تاعو خويا حليم دو بلاص تاعو ذلك في خشقو الله يبارك لا كونفور حاجة كلمة تعرفوا احنا في محل اثاث ثقة هي لا فينيسيون سواء في اليسارو ولا طابلو باز ولا اي حاجة في محل اثاث ثقة هي لا باز تاعنا هي لا فينيسيون خودنا وحنا كيما عودناكم احنا نقول لكم ماذا بنا جاو قريب يجي للمحل يضبطوا له عندنا في المحل قبل يعطينا رايو قبل ما نمشي نزيدو نذكروا الكليون تاعنا انه توجور من محل اثاث ثقة تشري بلا كريرمون حاجة بلا كريرمون هاي قدامك باش تعرفوا باسكو الناس راهي تخدم الكوبي ويدعوا بلي انهم يخدموا حاجه لوريجين حنا في محل هذا الثقه معنا كما يقول لك الصدق والمصداقيه كي يقولوا الصدق والمصداقيه حبي يقول اروح عندنا للمحل وتشوف مع اخوك حليم عنده تخفيضات من العيار الثقيل قلنا لكم هذا الموسم راح يكون موسم مفاجات ولا هذا الشهر راح يكون توجور كما يقول لك حاجه اللي يستنفع بها كليون تاوعنا في الختام خويا حليم واش نقول لهم واش نقول لهم خاوتنا كما قلت لكم وعدتكم وقلنا لكم باللي احنا عندكم تخفيضات في هذا الشهر وكتب ربي لحقنا لي صالون انا كمل لكم اليوم لي صالون يبقى الصالون توجور مده الشهر هو بروموسيون خاوتنا باش تكون عندكم معلومه ولا سيما هذه ان شاء الله لا جايه عندكم برودوي واحد اخر وفيه تخفيضات حتى انتم ما تامنوش خويا خلي واش نقول لهم انا نقول لكم دائما ان شاء الله نكونوا دائما خفاف عليكم ومن هذا المنبر نقول لكم بعد الكلام.